The floor is yours to give your Nobel lecture. فترة أوباما الرئاسية توشك على الانتهاء، لكن أبرز الأزمات التي حدثت في فترة حكمه لم تنتهي بعد. 40 يوماً ويغيب صاحب جائزة نوبل للسلام عن المشهد كلياً، فهل سيغيب تبعاً لذلك موقفه تجاه الملف السوري عن المشهد أيضاً؟ أم أن من بعده سيحمل جديداً؟ الانتقادات التي تتوالى تجاه الرجل في أيامه الأخيرة أتت هذه المرة من داخل البيت الأمريكي. فريدريك هوف مدير مركز أتلانتيك لدراسات الشرق الأوسط ومستشار الخارجية الأمريكية لعملية الانتقال السياسي في سوريا، كان تصريحه مختصراً وواضحاً: أوباما لديه سلبية ولا مبالاة تجاه ما يجري في حلب، مضيفاً بأن القتل الجماعي للمدنيين وهدم المباني واستهداف الأطقم الطبية أمر لا يدخل ضمن اهتمامات الرئيس الأمريكي، الذي وصفه هوف بأنه يغض الطرف عن جرائم الأسد والروس. هوف لم يقف هنا، بل اعتبر أن عدم اتخاذ موقف رادع وحاسم يضمن سن قوانين وعقوبات هو السبب في جعل روسيا تتمادى في دعمها للأسد. رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان أيضاً اتهم بدوره أوباما بحماية مجرمي الحرب وبعدم التحرك لمنع ما وصفه بالفظائع ضد الشعب السوري. أما البيت الأبيض فلم يستطع تبرير التفرج الأمريكي، واعترف عبر المتحدث باسمه أن أوباما يعارض مشروع قانون لمعاقبة نظام الأسد بحجة أن تطبيق عقوبات أحادية يعتبر أمراً غير فعال، لكنه لم ينسى بالطبع أن يلصق حالات القلق والأسى على شعور رئيسه. التخوف الأمريكي تجاه عدم انتهاء الأزمة في سوريا يفاقمه التصعيد العسكري الروسي الذي يبدو أنه جاء مدروساً لتحقيق تقدم ميداني يتم التوقف عنده في أي مفاوضات مقبلة، وقبل قدوم إدارة أمريكية جديدة يمكن أن تتخذ موقفاً عسكرياً حاسماً على الأرض، أو قل على أقل تقدير تسليح المعارضة نوعياً، وهو ما يبدو منطقياً تجاه تحذيرات أمريكية للمعارضة بعدم قبول أي حل سياسي لا يخدم تطلعات الشعب السوري والصبر للأشهر المقبلة. فماذا سيحمل البيت الأبيض لسوريا مستقبلاً؟ وهل ستبدو المواقف الأمريكية المقبلة منسجمة مع قيم الولايات المتحدة المفترضة؟